مزمنه وتوفر علاج كثير من عند وزاره الصحه اللي دعمت حقيقه على توفير يوم مساله يعني الامراض اللي هي اللي احنا نشاهدها مثل الامراض السكري وامراض الضغط وكثير من الامراض. اغلب العلاجات اللي احنا نشوفها هي علاجات كانت موجوده لكن كثير من عندهم كانوا يعترضون حقيقه على المناشئ ويعترضون على النوعيه مالتها. شنو السبب دكتور؟ يعني هذه المناشئ غير جيده؟ عليها يعني علامات استفهام؟ يعني احنا حقيقه الطبيب يقرر علاج، احنا مو شرط يعني احنا اليوم مرات انا كمدير مستشفى عندي خيارات كثيره لكن انا اختار المنشئ الاغلى والمنشئ يعني لو يعني في دوله معينه يعني هذا ما ينطيني الصلاحيه انه انا معناته اضرب المناشئ الاخرى. كل طبيب عنده راي، لكن الدوله العراقيه اذا تجيب المناشئ حقيقه اللي هي مقبوله بالاستخدام ومناشئ جيده ومناشئ يعني مفحوصه، انا اليوم الدول اللي مفحوص يعني وزاره الصحه توفر لي اللي هو المفحوص والسعر حقيقه اللي هو مجانا او لقاء سعر بسيط، انا باعتقادي هذا هو الافضل. اليوم احنا بحاجه الى رساله انه دعم هذه هؤلاء الناس وتقييم، يعني اليوم اذا انا عندي في الدواء غير جيد يعني وزاره الصحه عن طريق اللجان الاستشاريه وعن طريق الاطباء اللي موجودين ممكن تسوي تقييم لهذا الدواء، هل هو هذا الدواء بدا يؤدي الغرض المطلوب من عنده؟ لكن انا مال اجي افرض على المواطن مثلا علاج يعني غالي وهذا العلاج الغالي.